بسم الله الرحمن الرحيم. أعضاء مدونة ميكروتك العرب، أهلا بيكم. الطريقة الأخيرة أهي اللي احنا كنا قفلنا بيها من الدي ان اس عن طريق الاي بي، دي ان اس ستاتيك، تمام. كل اللي موجود هنا بيتطبق بس على بتوع الهوت سبوت والبرود باند. يعني انا مثلا اهو، يعني انا شباب دلوقتي ايه، انا شغال باي باس، يعني جهازي شغال باي باس، يعني شغال ايه، مش متحدد له سرعة، مش محطوط في الهوت سبوت. فلو حاولت اطلب اي موقع اهو، الموقع هيشتغل عادي خالص، تمام. فكل اللي هنعمله ان انت هتيجي على الموقع، هتفتح بس القايمة بتاعت الدي ان اس بتاعتك اهي، اي بي دي ان اس، وبعدين اروح على الستاتيك، وهننقل المواقع اللي هنا دي في الاي بي فايرول. يعني موقع زي مثلا ده، انا مش عايز منه، مش عايز دوت كوم، انا عايز بس الاسم بتاعه اهو، كوبي اي بي فايرول، في الفلتر هنعمل موجب، تمام. في الادفانسد في الكونتنت هكتب اسم الموقع، وفي الاكشن هعمل له ايه، دروب ابلاي. ممكن هنا اكتب كومنت كده انه ايه، انه الموقع مش مظبوط، تمام. وهكذا. يعني ممكن نصغر دي كده وتشوف الايه المواقع اللي هنا. هناخد من ده كده كوبي، في موقع تاني اسمه 89.com، ابلاي، وبعدين ناخد كوبي. في موقع تاني اسمه اكس فيديوز اهو، تمام. يعني في النهاية بعد ما هتنقل ده كله، هتلاقي معاك ملف، هتلاقي معاك الايه الشغل ده كامل. لو هناخد من ده كوبي بيست ابلاي، اوكي. دلوقتي بقى نجرب كده المواقع اللي احنا قفلناها دي وانا باي باص. نجرب المواقع اللي قفلناها ايه وانا باي باص. ده موقع زي اللي احنا حاولنا نفتحه، بصوا شباب ما بيفتحش معايا، وايه اللي ابتدى يعد الايه اللي انتوا شايفينه ده. طيب نجرب كده الموقع التاني ده، ابتدى يعد قدامكم اهو انه معمول له ايه، دروب، مش هيفتح، هيفضل يعمل كده ومش هيفتح. نجرب نعمل موقع تاني اهو، برضو مش هيفتح، وهيبدأ قدامكم يعمل ايه، يبدأ يعد. يبقى تقدر تعمل دروب لأي موقع ما انتش عايز تفتحه عن طريق الخاصية دي، من الجنرال فورورد، ومن الكونتنت اسم الموقع، ومن الاكشن دروب، تمام. اللي عايز يقفل الفيس، اللي عايز يقفل اليوتيوب، اللي عايز يقفل بقية المواقع دي كلها بيقفلها، تمام. طيب بعد ما تعمل القايمة دي كاملة، بعد ما تعمل القايمة دي كاملة، انا هعملها النهاردة بالليل بإذن الله للناس. عايز انا اخرجها، اخرجها ازاي؟ هفتح النيو ترمينال، بعدين اي بي انتر اف، حرف الاف يعني فاير وول، وبعدين اف تاني انتر، واقول له اكسبورت، تمام. بعد ما اقول له اكسبورت، هات لي كده كوبي، كوبي اول، هات لي كل اللي هنا كده كوبي اول، وطلعه في ملف تكست. اهو شايفين الموقع ايه، ما اتفتحتش خالص، طلعه في ملف تكست، طلعه كده في ملف تكست، وابعته لي على الجيميل بتاعي، هكتبه لكم علشان اخده احطه للناس. اكيد في ناس منكم كتير هيجمعوا كميه مواقع كتير جدا. ابعت لي بس ملف التكست اللي انت اخدته بالفاير وول فلتر ده، علشان اللي في دماغه موقع او موجود عنده مواقع مش هنعرف نلمها، نحطها للناس في الموضوع. اتمنى يا رب يكون الموضوع افادكم، تمام. لان فعلا لقيت المواقع مفتوحه على الباي باس، بتشتغل عادي خالص، مفيش اي مشكله فيها، لكن مقفول على الهوت سبوت والبرود باند. لكن بالطريقه دي خلاص انت مش هتشتغل على ايه، مش هتشتغل على اي حاجه. هات بس المواقع اللي في الدي ان اس ستاتيك، ارجع للموضوع اللي انا كنت عامله، هتلاقي كميه مواقع كبيره جدا، رصها كلها هنا، اللي انت مش عايزه يتفتح هتلاقيه مش مستحيل يتفتح معاه باي طريقه من الطرق. شكرا لكم والسلام عليكم.